أول معادلة عندنا هذه هي، طبعا في الموقع كمان بطلب منك يعني عشان تفهم أكثر تمسك ورقة وقلم تبدأ تكتب معاه. هذا عشان هيك أنا يعني هذه المحاضرة كانت بإضافة القلم والورقة لأهمية إن عشان تمشي معاه بالترتيب تتبع تفهم إن شاء الله. أول معادلة إكس أوف كي بيساوي الماتريكس إف في إكس أوف كي ماينس واحد زائد البي الماتريكس بي في يو أوف كي زائد دبليو كي. طيب ايش هذه المعادله ماتريكس وكذا؟ اكس اوف كي هي القيم اللي انا بدي اياها من الكالمن او القيم الحقيقيه للسيستم تبعي. طبعا احنا السيستم تبعنا اللي راح ناخذه يعني اللي بقيسه هي ثيتا وثيتا دوت بي. هذه القيمه هي الماخوذه من الاكسلروميتر، وهذه القيمة هي المأخوذة من الجايرو. هذا هي الماتريكس X of K، وهي اللي هنا كذلك انه يعني القيم السابقة لإلها. ماتريكس F هذه بسموها، هذه هي الماتريكس F الـ State Transition Model اللي هي بتحول يعني هذه القيم تبعتنا الستيت ل كيف احكيها للطريقة اللي بدي احسب فيها المعادلات تبعتي في المستقبل. فبتلاقي انه الاف هذه قال لك انه الاف تساوي واحد سالب دي تي صفر واحد. طبعا لو جبت القيمة السابقة لهاي اللي هي الثيتا والثيتا بي as a matrix ثيتا ثيتا بي ثيتا بي لو سويت عملية الضرب هتلقى انه الناتج اللي اطلعه عن طريق الموقع، طبعا هو حاسب هذه الاشياء كلها، الناتج بعد ما يطلع البي للهات خلينا بحسبها بعد شوي عشان تعطيك المعادلة كلها قدامك وتكون واضحة. الماتريكس بي هي الكنترول ماتريكس، بيسموها الكنترول انبوت موديل، عبارة عن دي تي وصفر. اليو كي قال لك انه هذا اليو كي هي عبارة عن قيمة الجايرو الحالية المحسوبة حاليا في من المأخوذة من الجايروسكوب سنسور، فهذه هي عبارة عن فقط ثيتا دوت بي او عند الكي ات كي عند القيمة الحالية. طبعا كي هي الزمن برمز فيها تي، ولكن بنحط كي لأنه احنا كل شغلنا عبارة عن ديجيتال. آخر اشي الدبليو كي هاي عبارة عن نويز داخلة في المعادلة تبعتنا. فاحنا الحين لما تيجي تحسب زائد دي تي صفر ثيتا دوت البي ات التايم كي، وتيجي تحسب هذول المعادلة هتلقى انه ثيتا تساوي الثيتا ثيتا ات كي بتساوي ثيتا ات كي ناقص واحد زائد ثيتا دوت البي
الحالي الثيتا دوت البي السابقة الحالية ناقص الثيتا دوت البي السابقة ات كي ناقص واحد وهذا ات كي مضروبة في الدي تي. يعني قيمة الأكسلروميتر الحالية للسيستم هي نفس القيمة السابقة مجموع عليها الريت اوف تشينج المأخوذ من الجايرو الفرق ما بين طبعا الفرق القيمة الحالية للجايرو زائد قيمة الجايرو الماضية طبعا بالناقص محطوطة لأنه باعتبار أنه لو صار فيها دريفت فالقيمة السابقة مضروبة في الدي تي عشان أحولها يعني كتكامل لإلها لأنه الجايرو زي ما قلنا قبل أنه بيحسب الريت اوف تشينج فلما أسوي له أضربه في الدي تي أو بمعنى آخر أكامله بيعطيني الزاوية المطلوبة. فهذه هي الزاوية الحالية للأكسلروميتر. والثيتا دوت البي تساوي صفر زائد ثيتا دوت البي عند الكي ناقص واحد زائد صفر. يعني انه الثيتا الماضية ثيتا دوت البي القيمة السابقة هي نفسها القيمة الحالية هي نفسها السابقة. هتستغرب من هذا الاشي، هذا بمعنى انه بيقول لك ايش، انه ما بنقدر نحسب قيمة الجايرو بشكل مباشر للكالمن. يعني فيش فيزيكال معادلة فيزيائية ان ممكن احسب قيمة الجايرو او قيمة الدريفت اللي صار في الجايرو بشكل مباشر. فبنلجأ بيسموه زي الهيدن الموديل الخفي. طيب الحل هنتابع في المعادلات الجاية كيف بنحل هذا الشيء، انه كيف يعني ممكن احسب النكست بوزيشن وكذا للجايروسكوب. طيب هذه بخصوص اول معادلة، بظل علينا ال W K. طيب ال W K احنا قلنا انه الكالمن عبارة عن تنبؤ، والتنبؤ هذا معناه عن بإحصاء. الإحصاء تتكلم عن نويز، وأهم نويز عندنا في الطبيعة هي الجاوسيان نويز، اديتيف جاوسيان وايت نويز، جاوسيان نويز. طيب النويز هذه ال دبليو كي تبعتنا يقول لك بما انها نويز في الطبيعة فهي عبارة عن نويز تنتمي الى التوزيع الإحصائي الطبيعي للصفر لكيو كي. الكيو كي هذه بيسموها البروسيسنج نويز كوفيريانس ماتريكس، بمعنى هذه الكيو كي هي عبارة عن ماتريكس زي ما قلنا وفيها متغيرين، متغير بالنسبة لل الأكسلروميتر متغير بالنسبة للجايرو. طيب لو افترضنا ان النويز هذه اللي هي اللي على الأكسلروميتر والجايرو لو كانت مستقلة عن بعضها فبيصبح لنا انه الكوفيريانس ماتريكس هذه بتصير فقط فيريانس، معناها انه غير معتمدة على بعضها. وبصبح عندي ان الـ QK بتساوي Q عفوا Q ثيتا 0 0 Q عفوا Q ثيتا دوت B.
مضروبة في الدي تي. لاحظ أنه الثنتين مضروبات في الدي تي، بمعنى أن النويز عندي كل ما الدي تي كانت أكبر، يعني الفرق في الوقت ما بين أو القراءة الحالية أو القراءة اللي أنا استخدمت عندها، كل ما كانت أكبر كل ما كان عندي النويز أعلى، يعني كل ما كان في نويز في السيجنال أو في القيمة اللي أنا قرأتها حاليا أعلى، وكل ما صغر الدي تي هتلاقي النويز قل. طبعا مكتوب هنا في الموقع، لاحظ نفس الكلام هذا، انه هذا مضروبة في الدي تي، حيث انه كل ما كان التايم اكبر من اخر قراءة او من اخر ابديت لهذه القيم بيكون النويز اعلى. فمثلا كل ما كان التايم اكبر كل ما الجايرو صار له دريفت، مثال كمثال. هيك احنا بنكون خلصنا اول معادلة. ثاني معادلة بيجي عندنا، طبعا القيم هذه بعد شوي هنشوف كيف بنطلعها او كيف نعطيها ارقام ثوابت في السيستم تبعنا.